بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أينما كنتم نسوق إليكم تحايا عطرات وأمان نضرات وآمالا غير عاطلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم دافورينا، نعود فيها مرة أخرى إلى مباراة الأهلي بنغازي والهلال أمدرمان، والتي أقيمت الأحد الماضي على دور التمهيد الأول أو دور 64 في بطولة الأبطال، والتي أقيمت على ملعب بنينة في بنغازي، والتي استطاع فيها الهلال أن يفوز بالمباراة بعد أداء متوسط. ورغم ذلك فرض إلى حد كبير جدا سيطرته. دايرين الليلة نتحدث عن بعض الجوانب الفنية المهمة، ولكن أريد أن أنوه إنه يا جماعة، النقد أيا كان هذا النقد، ما دام نقد بناء حتى وإن كان قاسيا، لا يعني بالضرورة أننا يعني نسن السكين لأجل ذبح الجهاز الفني، ولا ضد لاعب ولا ضد مجلس الإدارة. بالعكس، نقول ونردد ألف مبروك لفرقة نادي الهلال، لأنها حققت من حيث النتيجة المطلوب منها. ولكن نحن ما عايزين النتيجة هي التي تكون أساس التحليل، عايزين المحصلة النهائية بتاعت المباراة كلها، اللي هي بتتعامل مع الأداء بالإضافة إلى النتيجة. النتيجة مهمة في المسألة التنافسية، ما في شك، لأنه أنت حتى لو لعبت سيء أو فزت بالحظ في مجموعة المباريتين تستطيع أن تمشي، لأنه ده بالخروج المهزوم. وبالتالي فالمسألة ليست في إنه النتيجة كويسة ولا كعبة، النتيجة كويسة جدا، وانت كان ممكن تلعب بطريقة مختلفة وافضل مما لعبت به وتهزم برضو 1-0 او تتهزم. كرة القدم فيها كل حاجة، لكن نحن بنتكلم على تطور فرقة الهلال، لذلك التحليل من هذا المنظور. اللي مخلي يدنا مليانة انه هنالك استقرار له، ده موسم الثالث، ففي استقرار في الجهاز الفني، في استقرار إداري، في استقرار مالي، رغم كل الظروف اللي بتمر على الهلال. ده أدى إلى ارتفاع مستوى اللاعبين من حيث النوعية، الكواليتي بتاعت اللاعب زادت. ولذلك نريد أن ندرك هل اللي حصل ده نتيجة لانه الهلال ده الكواليتي بتاعت اللاعبين زادت، وبالتالي وسع معون المهارات، وبالتالي فاز الهلال، ولا ده كان نتيجة لعمل جماعي بدأ من فلوران وانتهى بعيسى فوفانا. تعالوا نمشي لقدام ونشوف. طيب، احنا عندنا فرقة الهلال لعبت بحسب الرسم اللي احنا شفناه في الملعب بالفورميشن او الرسم الهندسي 4-4-2 فلات، و 4-4-2 بتتلعب بعدة طرق، وممكن تتحول داخل الملعب برضو إلى عدة طرق.
لأنه هنالك حديث بأن الهلال لعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد. أنا لن ح... ما حأختلف كثير من رأي الرأي الثاني ده، ما حأختلف كثير، لكن أنا بتكلم عن اللي أنا شفته في الملعب معظم المباراة. الهلال حاول أن يلعب بفوفانا وخاديم في الجناح في الظهير الأيسر، مندي قلب دفاع أيسر، ضيوف قلب دفاع أيمن، وإبيولا بلعب في الظهير الأيمن. في وسط الملعب بلعب بأربعة لاعبين، هم روفا باعتباره نصف جناح، وماديكي حاج ماديكي، وأبو عاقلة، وبوجبا. التشكيل ده ربما ما تشوفه بالترتيب ده أثناء اللعب، لكن هنالك أربع لاعبين بيلعبوا في وسط الملعب. الهلال في حالة الاستحواذ بيكون عنده دايما بيبتدي باتنين في نص الملعب في الهجوم، هم الغربال وكلود. كان مفروض أن يلعبوا على نصف المساحة، ولكن في كثير من المرات كنا بنلقى كلود بيلعب كجناح أيمن صريح. يبقى الشكل قد يتغير أثناء الملعب، لكن الفكرة هو وجود أربع لاعبين في وسط الملعب كحد أدنى، وهؤلاء اللاعبين موزعين بعرض الملعب، يعني ما موزعين دايموند زي آس الديناري، لا موزعين بطول الملعب. طيب الغرض من التشكيل ده شنو؟ أو حتى للناس اللي بيتكلموا عن 4-2-3-1، هو الضغط على المنافس في وسط الملعب وفي نصف ملعبه حتى لا يخرج بالكورة بشكل جيد. دي الفكرة الأساسية من هذا الأمر. طيب هل الهلال نفذ القصة دي في حالة الاستحواذ وفي حالة فقدان الكرة؟ لأنه في حالة فقدان الكرة المسألة بتتغير. تعالوا نشوف القصة دي واحدة واحدة. طيب الهلال كان في حالة الاستحواذ، بيختلف تشكيله أثناء اللعب. الفكرة العامة إنه تنتقل الكرة من الخلف للأمام وتنتقل معاها الخطوط، بحيث إنه الشكل النهائي يكون 2-4-4 أو 2 أو 3-2-3-1. الشكل يكون بهذه الطريقة، بحيث أنا يكون عندي على الأقل 6 لاعبين في نصف ملعب المنافس. دي الفكرة كلها. طيب شنو اللي كان إيجابي في هذه المسألة؟ إنه الأخطاء بتاعت نقل الكورة كانت أقل مقارنة بما سبق، بمعنى التمرير كان في أفضل حالاته مقارنة بما سبق، إضافة للمستوى العالي لبعض اللاعبين. لكن احنا عايزين نلاحظ حاجة، انه الهلال باستثناء ماديك حاج ماديكي اللي هو اللاعب رقم 18، هو اللاعب الوحيد الجديد في هذا الفريق. كل اللاعبين هم لعبوا مع الهلال في المواسم السابقة، وبالتالي الرجل اختار الحرس القديم لوجود التجانس بيناته. صحيح كان في تغيير في بعض اللاعبين، المفاجأة انه يلعب ماديكي ويلعب عبد الرؤوف في نفس الوقت، دي كانت برضه مفاجأة. تغيير شكل اللعب
ل 4-4-2 او التشكيل ل 4-4-2 ده كان في حد ذاته نوع من التجديد. لكن اخطر حاجة كانت على المجموعة هو تشابه اللاعبين. دائما يا جماعة تشابه المهارات، خاصة لو المهارات يعني ما زي مهارات ميسي، احنا ما بنجيب 11 لاعب زي ميسي ولا بنجيب 11 لاعب زي رونالدو كريستيانو رونالدو، ولا بنجيب مجموعة دي يعني متشابهة من هذا المنطلق اللي هو فيه مهارات عالية جدا. لا، احنا المهارات الموجودة فيها كثير من الشبه مع بعض. تعالوا نمسك الهجوم، لأن احنا بنتكلم عن الحالة بتاعت الاستحواذ، او نبدأ من الدفاع. الدفاع حتى في الحالة المرضية بيشبه بعض، بمعنى الأربعة مدافعين بيلعبوا بطريقة واحدة، وده الخط الوحيد اللي فيه تجانس من حيث القدم اللي بيلعبوا بها اللاعبين. يعني عندي مندي ودياو بيلعبوا بالشمال، بينما ضيوف وإبيولا بيلعبوا باليمين، ففي نوع من الهارموني وجغرافية الخطة جيدة. لكن طريقتهم في إخراج الكورة اللي هي الكورة الطويلة واحدة، لذلك ما بنجد في تنويع في اللعب. الأربعة طريقتهم مباشرة جدا، يعني إبيولا أنا عارفه حيعكس أو عارفه حيشوت، نفس القصة بتاعت خاديم، نفس القصة عند هذا التشابه يجعل توقع الكورة ماشية وين سهل. يعني انت بمجرد ما عثمان ضيوف مسك الكورة هو طوالي بيفكر يلعب الكورة خلف الدفاع، او باص متوسط او تمريرة متوسطة لأكثر من 20 متر تمشي لقدام للاعب مدي ظهره مرمى المنافس، وبالتالي إمكانية استلام هذه الكورة منه ككورة تانية سهل جدا. فتشابه المهارات ده مشكلة. تجي في وسط الملعب اللي هو فيه أربع لاعبين، تلقى اللاعب المختلف شوية هو عبد الرؤوف. اللاعب ماديكي لاعب ممتاز جدا، ولكنه أيضا بيشبه بوجبا وبيشبه أبو عاقلة، وبرضو الثلاثة بيعتمدوا على الباص المتوسط المدى، يعني ما بيطلعوا مع بعض، ما بيمثلوا ثقة في هجومي، بيجيدوا اللعبة الدفاعي بنفس الطريقة. هذا التشابه في المهارات في الدفاع في الهجوم بيجعل كأنه أنت بتلعب أربع لاعبين أو ثلاثة لاعبين في خانة بتاعت لاعب واحد لاختلاف المهارات الموجودة. يعني مثلا الأربعة بتاعين الوسط باستثناء قليل في عبد الرؤوف ما هم لاعبين بيجيدوا التوغل بالكرة أو التسديد من خارج خط 18 أو تكملة المهاجمين بشكل جيد أو حتى النزول لاستلام الكرة من الدفاع بشكل جيد، كلهم نفس القصة. عشان كده حتى الأخطاء بتلقاها واحد. تيجي تمسك الهجوم بتلقى، هنضيف له هنا عبد الرؤوف، بنلقى عبد الرؤوف كلود والغربال بيتشابهوا في إنهم إلى حد ما سريعين، أقلهم عبد الرؤوف بيحاوروا كويس. الأربعة الثلاثة بيلعبوا باليمين، ما في واحد فيهم بيلعب بالشمال أصلا، وبالتالي جغرافية هذا الخط فيها مشكلة، ودي نفس المشكلة الموجودة في خط الوسط اللي هو الأربعة بيلعبوا باليمين. طيب لما تضيف لهم انت هنا الثلاثة الأربعة أو الثلاثة ديل بما فيهم عبد الرؤوف
عندهم رغبة ذاتية في إحراز الهدف بنفسهم، وبالتالي في كثير من الكرات الكام ممكن يكون فيها نوع من أنواع التعاون، ما بتلقى التعاون اللازم، وبالتالي الفرصة بتضيع لأنك أنت بتضيق الماعون. شفنا كلود بيحاول يجيب جون براه، شفنا محمد عبد الرحمن بيحاول يجيب جون براه، وهكذا. أنت بالمهارات المتشابهة بتضم، بيبقى بدل 3 لاعبين كأنهم لاعب واحد. دعك من الفروقات اللي حصلت أثناء المباراة، في إنه مثلا كلود كان أفضل حركة، عبد الرؤوف كان بعده، بعد كده جات المشكلة بتاعت محمد عبد الرحمن اللي كان مخطوط براو وسط 2، لأنه محمد عبد الرحمن ومدربه كلاهما يرى أن محمد عبد الرحمن هو لاعب رقم 9 صريح، ودي أثبتت التجارب إنما صحيحة. طيب أنا داير أمشي لقدام خطوة عشان أكمل هذه المسألة. مشكلة التركيبة اللي بتعتمس دي اللي اتلعبت، برغم إنه ديل أساسيين، إلا إنه ما في أفكار جديدة قاعدة تعرض لنا. وسط الملعب بالأمس رغم وجود عبد الرؤوف ووجود ماديكي، الحاج ماديكي، رغم القصة دي كلها، إلا إنه كان بيلعب بنفس الطريقة اللي كان بيلعب بها السنة اللي فاتت، اللي بتعتمد على المجهود البدني، اللعب على الضغط العالي والضغط العكسي. نفس الفكرة، ما في جديد، ما في إبداع أصلاً. وبدل من صلاح عادل خطينا ماديكي موجود، بس ماديكي بيلعب بنفس الفكرة اللي بيلعب بيها صلاح عادل، اللي هو ما بيلعب رقم 6 متقدم، ما بيلعب رقم 10 ولا بيلعب رقم 8، ومهمته الأساسية هي to destroy، إنه يحطم أو يمنع المنافس من التقدم أو الخروج بالكورة. هل نجح أو لا؟ نتكلم في الناحية الدفاعية بعدين. لكن هو كلاعب ما فيه كلام، بس ديل 3 لاعبين ممكن على الأكثر يلعبوا منهم 2، واحد نعمل به مهارة جديدة، نضيف به مهارة جديدة كان أفضل. يعني لو لعب لاعب آخر بخلاف الثلاثي ده، يعني طلعنا واحد من الثلاثي، أي واحد، أنا ما حاشير ليه واحد، اي واحد من الثلاثي ده، ولعب واحد بمهارات اكثر ورجله شمال، كان استفدنا اكثر من في هذه المباراة من حيث القيمة الفنية اللي ممكن تضاف. هل ده معناه انه الهلال كان ممكن يغلب 10؟ ابدا، كان ممكن الهلال يتغلب، لكن احنا بنتكلم على فريق، اصلا انت بتلعب مع فريق اقل منك كثير جدا، كان يمكن ان تخاطر وان تلعب بشكل جاهز. ولكن في النهاية نرجع ونقول المدرب أعلم بلاعبينه، ودي الفكرة اللي هو خدتها، نجح من حيث النتيجة، لم ينجح من حيث التكتيك الجماعي. تعالوا نمشي نشوف حاجة تانية، نشوف فيديوهات مصاحبة ونشوف الحاصل فاشن. طيب دي الطريقة اللي الهلال المفروض يتقدم بها، بحيث انه في النهاية يكون عندي 3 2 و4 قدام هم الموجودين، يكون عندي ما بين 5 ل6 لاعبين على الأقل في ملعب المنافس، وأنا قدمت كل الخطوط بتاعتي للأمام بحيث ضيقت المساحات، عشان المساحات الهجومية دي كل ما ضيقة كل ما قللت إمكانية خروج المنافس من ملعبه. القصة دي ما كانت بتتم بشكل جيد لأسباب عدة، من ذكرنا منها الجزء بتاع التشابه، الجزء الثاني إصرار اللاعبين على إنه يلعبوا فرديا بأكثر مما إنه في لعب جماعي معروف. الحاجة الأهم من دي ودي إنه كل لاعب عايز يجيب الجون برا، فدي كانت في مشكلة. كمان كانت في مشكلة في تنظيم لاعبي وسط الملعب، هنتكلم عنها
بعد شوية عشان في الحالة الدفاعية عشان ندرك أن إحنا شوية الأخطاء اللي حصلت. ريتشارد طيب ده يناظر الهدف بتاع شلوي الهلال، بدت رايح القصة من الكورة خادم ولكن ما من ناقصة روفا، كانت من لكن جانب أجمل يناظر ما عمله شلوي. روفا هو كمل يا اللفة دي فكرون ثم لعب الكورة ثانيا في نصف بانون المساحة في المنطقة الفاضية. غربال الأهم من كده بالون صبر ما الغربال يتخلص يا على بالون الكورة لغاية ما اللاعب جاهه حضارك وقدر يتخلص منه، بيلعب باص ومراد متقن جدا ويا زلابة بوجبا اللي هدف كان قادر ساق انه فج للأمانة وخطأ بظهره دفاعي يوقف من فريق حارس المرمى الأهلي ويغطيه وكاد ويشوف أن الكورة يتصدى ثم كساكا عاد الكورة إلى ولكن جون كلوب. يأتي جون كلوب الهدف بسهولة سديدة لفريق جدا الهلال أحرز منها في مرمى فريق هدف الأهلي. الهلال الأول، والحقيقة هذا الهدف يلا مش تتويج مشكلة رائع شباب جدا جدا نعوضه لجهد هذه الخماسي الكرة في الكورة لدخول كامل وتتويج محمد رائع جدا جدا خرفال للأداء وتصدي شوف الكرة أنا الرائع كان ما يستلمش لجون كلوب في هذه المباراة. جون كلوب وربنا كاد أن يوفقه، يبعدها لاعب ممتاز بالون مزعج كوساميلا جدا، وكساغا محتاج إلى ولكن الكرة شوية دخلت ضبط في عانقت اللعبة الشباك اللي الجماعية. ضيع بعد يقبل كده نشوف هكذا هي كرة الأمور بتمشي القدم كيف، وافتكر إنه اللي ضيع يقبل ضيع اللاعب ده الكثير حيكون له النادي الأهلي يعني ويستقبل يقطولة أول في الأهداف هذا الموسم. نسأل الله أن يوفقه ويوفق الهلال. الهلال أيضا كانت لديه ضربة جزاء واضحة جدا جدا، ضربة جزاء فيها 3 أخطاء مع بعض، المسك وده موجود في الصورة الملحقة، الدفع وده موجود بدفع اليدين، ثم اصطدام فخذ المدافع بفخذ جان كلود. بلنتي مثالي، ولكن هذه هي الكرة الأفريقية وهذا هو التحكيم الأفريقي الذي يرى أشياء لم تحدث. يعني إذا ما كان دي ضربة جزاء يعني دي تكون ضربة شمس يعني. فأسأل الله يعني أن يوفق الهلال في القادم، ونشوف أن إحنا الحالة بتاعت المسك اللي هي بدت أصلا مسك ثم دفع ثم بعد ذلك ملامسة للفخذ الأيسر للاعب الأهلي مع الفخذ الأيسر للاعب الهلال، 3 مخالفات في وقت واحد، والحكم قريب جدا جدا من هذه الكرة، لا يمكن أن يكون ما شاف ولا واحدة من هذه المخالفات. يعني المسكة الموجودة في الصورة الفوق دي مش يعني يشوفها، لأنه هو ماسكه وجاربه، وفي النهاية لما ما قدر يعمل حاجة دفعه، وبعد ذلك صدموا بقدمه. كل الأسباب التي تؤدي إلى أن تكون هذه ضربة جزاء واضحة كانت موجودة، إلا الحكم الذي كان يجب عليه أن يصفر ويعطي الهلال حقه بالكامل. اللي تحب على جناح جون كلود موغيشا كما نقول لك ما تقدرش تحكم على لاعب ما كانش جيد في مباراة، لكن ما تقدرش تحكم تقول لاعب في مباراة تألق يعني لاعب جيد، لكن الإمكانيات واضحة. لما اللاعب تقريبا في المنافسات 1+1 على 10 ولا 12 مواجهة فاز ب10 ولا 11 مع 90% من المواجهات 1+1 عداهم. عادة راهو المهاجم لما يكسب 30 40% من المواجهات نقولوا عمل مباراة ممتازة، هذا تقريبا 90%، واضح السرعة واضح المراوغات. مرة ثانية تكررت نفس المشكلة اللي هي تشابه مهارات اللاعبين، كانت سبب في أخطاء متكررة ما حصلت في المباراة دي بس، وإنما حصلت حتى في المباريات السابقة، اللي هي الشرود الذهني، القرار الخاطئ بالدخول أو الانتظار للكرة، يعني مهاجمة الكرة أو مهاجمة اللاعب أو الانتظار لغاية ما الكرة تصلك. كل هذه الأخطاء التي ارتكبت بسبب القرارات الخاطئة ارتكبت بسبب يعني التشابه بتاع اللاعبين، تشابه مهارات اللاعبين. وانت ما دام بتعتمد على الحرس القديم هتلقى القصة دي موجودة طوالي. انت لازم تغير،
ما هو دي مباراة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت بتلعب فيها مع فريق بالنسبة لي غير مصنف، صح الكرة الليبية كرة جيدة وكده، لكن ده ما معناه انه الفريق ده كان يمكن ان يسبب لك خطرا، فانت كنت محتاج لان تغير هذه المسألة. ده اخطاء عثمان ضيوف، يا نفسها اخطاء عثمان ضيوف ايضا كان يعتمد على انه حينما يفقد الكرة ينزل ابو عاقلة بين قلبي الدفاع. القصة دي ايضا ما كانت جيدة في حالة بتاع الذهول ما مظبوطة مع ايبيولا. ايبيولا نفسه حتى هذه اللحظة ليس ايبيولا بتاع العام الماضي، شفنا في سيكافا في تصوري لم يكن جيدا، وشفناه في المباراة دي وأيضا لم يكن جيدا، هنالك إشكالية في هذا اللاعب. أيضا خادم لم يكن كما يجب، كانت عنده أخطاء وكان هنالك خطأ يمكن أن يتسبب في هدف نحن ما لقيناه بس ما قدرنا نجيبه. أيضا أوصي بأن نشوف المسألة الحلقة اللي قدمها أيمن يماني عن اسمه شنو، رميات التماس اللي بتلعب ضد الهلال، وكيف في شهود ذهني كاد أن يتسبب في إحراز أهداف على مرمى الهلال، ودي كانت مهمة جدا. الحالة الدفاعية في حالة فقدان الكورة إشكالية، التنظيم الدفاعي ما مظبوط. الأسوأ هو عودة لاعبي الوسط عشان يملوا الفراغات اللي ممكن أن تتسبب في إشكالية، دي ما كانت موجودة، وحنشوف القصة دي في واحد من اللعبات اللي بتوريك إنه الهلال كان ممكن يفقد نتيجة المباراة نتيجة لهذا الأمر. أنت بتلعب مع فريق قاسم نفسه عنده 5 لاعبين بيكونوا دائما موجودين في الوسط، ودي حالة الهلال لم يستطع أن يعالج إطلاقا حينما ينتظرك اللاعبون بتاعين الفريق المنافس في خط ال18 بتاعه. كان في 5 لاعبين بيقفوا كده، كان في لاعب واحد بيقف ما بيربط ما بين ال5 لاعبين ديل والرباعي بتاع الهجوم، واللاعب ده كان بيستلم الكورة بأريحية ويمشي إلى قدام عشان يبقوا 5 لاعبين، وحددوا مرمى الهلال في أكثر من مناسبة بأهدافه، وده السبب اللي بنقول إنه هنالك مشكلة عند فلوران، لأنه بيلعب بنفس الطريقة التقليدية الزمان، رغم إنه في هذه المرة لا يستطيع أن يقول أنه لم يشارك في أعداد اللاعبين اللي جابهم، هو جاب لاعبين جداد، حتى هذه اللحظة لم نرى إلا ماديك اللي هو ذاته نفسه تسجل أخيرا وما لعب مع الهلال، يعني ما لعب إلا مباريات ودية، وأظن لعب لأنه صلاح عادل مصاب، يعني لولا صلاح عادل مصاب ربما ما كان يلعب رغم إنه قدم نفسه بشكل جيد. يعني نمشي لقدام خطوة ونشوف مع بعض الحاصل شنو. الفريق لما نرجع ايضا مفروض يرجع كبلوك واحد، الهلال كان بيلعب ببلوك متوسط بمعنى دفاع وضغط متوسط، بيرجع الهلال الى نصف ملعبه و بيكون إما 4-4-2 نفسها أو 4-5-1 بمعنى الغربال أو كلود أيهما أقرب للكرة ينزل مع لاعبين النص. الغرض من القصة هو إنه إذا استطاع المنافس اللي هو الأهلي بنغازي إنه يمر من الضغط العالي اللي بينفذ عليه يلقى كثافة في وسط الملعب تمنع من اللعب بين الخطوط وتمنع مهاجمي
الأهلي بنغازي من النفاذ إلى مرمى الهلال. دي الفكرة الأساسية اللي اتعملت على أساس إنه يمنعوا القصة دي. أبو عاقلة كان بيكون دائما قريب من لاعبي قلب الدفاع، وبالتالي الهلال ربما يكون شكله برضو خاصة مع رجوع واحد من لاعبين الوسط كأنه بيلعب 4-1 4-1، ده لما يفقد الكورة. طيب هل القصة دي كانت بتتحقق زي ما طلب من اللاعبين انه يحققوها، او زي ما يعني نعتقد؟ انا بفتكر نشوف مع بعض كيف الهلال كان بيلعب وكيف الافتراضات او السيناريو المفترض، هل كان بيتم اداؤه بشكل جيد او لا. تعالوا نشوف. طيب قلنا هل المسألة دي كانت بتحصل زي ما طلب من اللاعبين انه ينفذوها؟ الحكاية بصراحة لا، القصة كانت فيها كثير جدا من الهرجلة. رجوع لاعبين الوسط الى منتصف ملعب ما كان بيحصل بالطريقة السليمة والسريعة، بما في ذلك ماديكي، دائما بتلقى في مشكلة، وبالتالي دائما تلقى في مساحة ما بين وسط الملعب والدفاع. هذه المساحة استطاع الفريق الأهلاوي أن ينفذ من خلالها بأكثر من كورة ويعمل هجمات مرتدة خطرة جدا جدا، كادت أن تسفر عن أهداف حتى قبل أن يحرز الهلال هدفه، ودي كانت إشكالية. ومرة تانية بنقول أنت بتلعب مع فريق، مع احترامنا الشديد له، هو فريق غير مصنف لما تقارنه بالهلال، ولا هو الفريق اللي أصلا أنت يعني بتعمل له الحساب الكبير ده، للظروف اللي بتمر بها ليبيا زي الظروف اللي بتمر بها السودان، وعندهم مشاكل ودوريهم انتهى يا دوب، وما اللعيبة ما أخذوا إجازة كافية، في أسباب منعت من ذلك. يبقى أنت لا قريت الأسباب لا غيره، والتشابه بتاع اللاعبين طريق، عشان كده الأخطاء بتكون واحدة. ما هم أديكي وبوجبا وروفا وأبو عاقلة كلهم لاعب واحد في النهاية، أنت كان يمكن أن تستغني عنه بلاعب واحد أو لاعبين، حتى إذا أردت أن تقول والله أنا بلعب مباراة مهم جدا أن لا يلج في هدف في مرماي هدف، لكن ما بتلعب بثلاثة رغم ستة، حتى لو أنت واحد خطيته رغم ثمانية، واحد دستروير واحد كده. الفكرة دي يعني مع الكفاءة العالية للاعبين الهلال اللي قاعدين برا الملعب ما مناسبة، يعني ما مناسبة. وماديكي نفسه كان يمكن أن لا يلعب إذا وجد صلاح عادل، أنا لست أدري ما هو السبب، لأنه صلاح عادل كان مفروض يلعب بديلا للغربال. فدي مشكلة، دي مشكلة لابد من حلها، إنه أنت عندك لاعبين على درجة عالية من الكفاءة، يجب أن تلعب بكل الورق بتاعك، تغلب من الأول، بعد كده حافظ، ما هو اللاعبين ده الموجودين، يعني حافظ على إنك أنت متقدم ب3 أهداف أو 4 أهداف، إنك أنت قاعد تسيطر سيطرة تامة على المباراة، إنه يعني هزمت الفريق المنافس معنويا، وبالتالي الفريق المنافس ما عنده طريقة إنه يتعامل معاك، لكن أن تترك مسافات زي دي مشكلة كبيرة جدا. تعال نشوف صورة بتوريك الكلام اللي احنا بنقوله ده. طيب احنا لو لاحظنا انه يعني المربعات البرتغالية دي بتوريك المسافات الفاضية، دي مسافات يمرح فيها الخيل يعني. طيب الجانب اللي في شمال ملعب الهلال اللي هو يمين ملعب الأهلي، فيه لاعبين، الكورة بجانب لاعبين من لعيبة الأهلي قصاد 3 لاعبين من لاعبي الهلال، ودي معادلة دفاعية ممتازة وجيدة جدا. الـ3 ديل هاجموا، الـ2 ديل في طرف الملعب،
على فكرة دي الكورة اللي جات لخاديم ومشت جات جون بتاع الهلال، يعني داروفا وماديكي وخاديم، الثلاثة ديل قفلوا لاعبين بتاعين هنا بشكل جيد جدا عشان يمنعوهم من استخدام الكورة بشكل أمثل. لكن في نفس الوقت اللعيبة اللي ورا ما تقدموا عشان يغطوا اللاعبين المعاون، كان ممكن ماديكي عفوا مندي والثلاثي اللي هو مندي وضيوف ومعاهم إيبيولا، كان ممكن يتقدموا لقدام، وبالتالي اللاعب رقم 9 بتاعه ده يكون في الأوف سايد، فما في واحد ممكن يلعب له الكورة من هنا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لاحظ إيبيولا ما عنده أي علاقة، ما شايف اللاعب اللي وراه اللي كان ممكن لو الكورة اتلعبت صح طويلة على القائم البعيد كان ممكن اللاعب ده يمشي ويحرز هدف. بالإضافة للمنطقة دي، المنطقة دي ما فيها أي، لو اللاعب ده أسرع شوية وجوقف هنا كان ممكن أن يستلم من ديل باص من هنا، يكونوا ديل كلهم الأربع لاعبين ديل خارج الكورة. لكن هو لعب للجاري ده، واستطاع خاديم أن يسحب هذه الكرة ولعبها لروفا، وروفا لعبها لعبد هناي لمحمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن لعبها لوالد الدين، والد الدين لعبها لجان كلود، جميلنا الهدف بتاع الهلال. لكن الصورة دي تكررت أكثر من 20 مرة دون أن ينتبه إليها فلوران ودون أن ينتبه إليها اللاعبون. يعني بصراحة كمان يعني لاعبين كبار ما مفروض يخلوا مساحات زي دي خلفهم وأمام وكده، مساحات فاضية يمرح فيها الخيل. يعني انت لو بتلعب مع فرق كبيرة، وصل الفرق الكبيرة بتغلبك، كيف بتغلبك بالطريقة دي؟ بأنك انت ما عندك فكرة عن ان المساحة دي خالية فاضية ما فيها اي زول. اللاعب ده بس لو جنزل عشان يستلم الكورة كانت القصة دي انتهت، كان ممكن الهلال ما يحرز هدف. ما الهدف أحرز نتيجة لهذه المباراة. لو الراجل ده لا جاري ماشي قاصد المساحة الفاضية دي، لأنه خادم جاي عشان يدخل على الراجل ده، فلما اتلعبت له خادم كان في وضع أفضل، ممكن يستلم الكورة، يستلمها قبل ما الراجل ده يستلمها، لأنه لو استلم اللاعب ده في المكان الفاضي خادم ما كان بيحصل. ودي مشكلة يعني احنا لازم نشوفها ونعالجها. طيب انا بتمنى انه المحلل بتاع الاداء للاعبين الهلال يطلع اخطاء زي دي عشان اللاعبين يشوفوها قدامهم ما يكرروا نفس الاخطاء. يعني في 100 حل عشان الكورة دي ما تسبب خطورة، حقيقة هي ما سببت خطورة، لانه ده دي الكورة قبل ما الهلال يقطع الكورة ويحرز منها الهدف. لكن بهذه الفراغات احنا مع فرق كبيرة لا نستطيع ان يعني نمشي لقدام بشكل افضل. نشوف في شنو تاني. نادي الهلال السوداني الوحيد اللي بفرح شعبه، اللي بفرح جمهوره، سيد البلاد والموج الأزرق. نادي الهلال بيفوز على نادي أهلي بنغازي في بنغازي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا. المشكلة أنه رغم الصعوبات والصراعات في البلاد وتوقف الدوري، نادي الهلال عنده عزيمة وإصرار وثبت نفسه، بيلعب خارج الديار بعيد عن بلده. حروبات في السودان، الناس زعلانة وتعبانة وعندها مشاكل وتركوا البلاد، على أمل نادي الهلال يرسم الفرحة لجمهوره والشعب السوداني. مش جديد على الموج الأزرق، في كل موسم يثبت نفسه. ما عنده معسكرات مثل الأندية اللي بتنافس، ما عنده تجهيزات مثل الأندية اللي بتنافس، وفي الآخر رافع راية السودان. وين ما كان رافع راية السودان، الموج الأزرق، أسد الغربال، نادي الهلال السوداني سيد البلاد.
طيب احنا دلوقتي شفنا الاسامبشنز او الافتراضات اللي لعبها الهلال. مره ثانيه احنا النتيجه جيده جدا، كان ممكن تكون افضل من كده، لكن ما يهمنا هو التطوير. الاداء الجماعي للهلال ما مظبوط، ما كويس، ما بيوصل للنتيجه مع فرق كبيره. لسه احنا ما دخلنا دوري 16 واللي هو الدوري اللي احنا قاعدين فيه لنا 6-7 سنوات، ولا مشينا دوريات او مستويات اعلى اللي هو دوري 8 دوري 4 النهائي، ما مشينا المستويات دي حتى هذه اللحظه. طيب احنا دوري 16 اللي قاعدين نجيب فيه ده متجهين له. نظريا مفروض نقول انه الهلال خطا خطوه جيده جدا الى المستوى، لكن للمرحله القادمه اللي هي دوري ال 32 او دوري التمهيد الثاني، اذا احنا حنمشي بهذه الطريقه ما حنستفيد، حنكون ما استفدنا من اخطاء السنوات الفاتت. لابد من انه الهلال يستغل كل الامكانات والمهارات بتاعت اللاعبين. طيب احنا واحده من الاهداف بتاعتنا عايزين ننزل اعمار اللاعبين. لما ننزل اعمار اللاعبين بالامكانات بتاعتنا والموجوده دي بتحصل على مهارات اعلى زي اللي احنا شفناه مع جان كلود مثلا، لكن في نفس الوقت بتحصل على لاعبين متمردين بيلعبوا لنفسهم لأنهم صغار في السن. وشفنا لما كوليبالي نزل لو لاعب لديه خبرة زي ما حصل مع محمد عبد الرحمن، الفرق شنو بين محمد عبد الرحمن وجان كلود؟ الخبرة. الاثنين عندهم مهارات، الاثنين بيقدروا يتخلصوا من المنافس في واحد لواحد، الاثنين بيقدروا يعملوا كده. لكن لما الكرة الوحيدة اللي قام محمد واستلمها في رجله ومشى بها لقدام ما شاته في الجون، لعب الكرة باص متقن جدا. لما بوجبا استلم الكرة ما لف وشات، إنما لعب الكرة باص متقن مرة تانية ل جان كلود. جان كلود ما لعب كوباس طوالي، شات في الجون وأحرز هدف. جميل. ده بيقول لك شنو؟ بيقول لك إنه كل ما كان اللاعب عنده خبرة كل ما استطاع أن يتصرف في ظل الظروف الحرجة دي. ولو تتذكروا السنة الفاتت أنا قلت مشكلة الهلال ليست في عدم وجود مهاجم صريح، وإنما في الخيارات التي يختارها المهاجم في اللعبة قبل الأخيرة. وده كان بيخطئ فيه جان كلود. جان كلود لقى كور مشابهة بشكل أو بآخر اللي قام محمد عبد الرحمن، تعامل معها بشكل فردي جيد جدا. لما جات للعبة الجماعي كان في مشكلة، إما لعب باص خطأ أو عكس كرة خطأ وهو لا يجيد عكس الكرات على الإطلاق، أو لعب الكرة مباشرة في الجون بغض النظر عن الزاوية اللي هو واقف فيها. طيب اللاعب الصغير ده محتاج توجيه المدرب، لأن أنت عندك إمكانات مهولة جدا للاعب خام، أنت محتاج للمدرب انه يفهمه انه كورة دي 11 لاعب. كان ممكن عيسى فوفانا يقطع المشوار ده كله ويقف لك في مكان انت ممكن تلعب له الكورة في رؤية في 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 موضع يمكن ان تراه بسهولة وتلعب الباص بسهولة، ومع ذلك تقرر تشوت في الهدف تطلع الكورة او تطلعه خارج الملعب. ده شغل بتاع مدرب. مشكلتنا انه المدرب ما قاعد يعمل عمل جماعي. احنا ما شفنا اي كورة جماعية. كل المحاولات اللي كان بيحاولها جان كلود معتمدة على مهارته الشخصية. نلاحظ حاجة تاني، وده قلناه لما قلنا انت لما تلعب
ياسر مزمل لازم تلعبه في نصف المساحة. لما تلعبه على الخط بتمنع إبيولا من إنه يمشي. يا جماعة في الكورة الحديثة الجناح في الغالب ما هو اللي بيعكس الكورة، اللي بيعكس الكورة هما الاثنين الباكات أو الأظهرة، لأنه أنت بتديه مساحة عشان يعمل. هنالك مشكلة في جماعية جان كلود، لأنه جان كلود حتى لما كان إبيولا بيعمل الأوفرلاب ما كان بيلعب له الكورة أو بيلعبها غلط، لأنه فهم متأخر إنه الزول ده ماشي عشان تلعب له الكورة. يعني قصة إنه لاعب واقف بيناتهم، الباك واقف بيناتهم، إبيولا عمل أوفرلاب وده يلعب له الكورة في المكان الفاضي، القصة دي ما عملها جان كلود إلا لماما، مع إنه جان كلود نفسه لعب كورة لمحمد عبد الرحمن مفروض تجيبون. فبيلعب بالكورة اللي بيعرفه، ما بيلعب الكورة الجماعية حسب ما مخطط لها. وأنا ما يعني ما عندي قناعة بعد 3 سنوات أو 2.5 سنين من وجود فلوران إنه عنده حاجة جماعية قاعد يعلمها للناس، ما بفتكر كده، ما عندي قناعة زي دي. أبسط حاجة الكرات الثابتة، ما دي كورة بخطوة، وإذا أنت عندك قراءة للكورة دي تتلعب كيف كان مفروض نشوفها. الآن إحنا لنا 2.5 سنين ما دي، ودول نفس اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا معاك باستثناء الناس المشهور. جان كلود كان بيلعب مع محمد عبد الرحمن روفا، كل الناس اللي كانوا بيلعبوا ما في الجولة الوحيدة اللي كان موجود ماديك، وجا في النهاية لعب معاك اسمه من ده كوليبالي. حتى بابي عبده لاعب أصلا لاعب قديم يعني. فأنت بتلعب بحرسك القديم، حرسك القديم ده ما متعلم حاجة، ما في كورة جماعية قاعدة تتلعب إحنا قاعدين نشوف، ما في. أي يمكن في مسألة الضغط، في مسألة الضغط العكسي ده كله موجود، لكن أي حديث في أنا غير مقتنع. سمعت كثير جدا من الأخوان اللي بيتعاملوا مع اللي تعاملوا مع هذه الكورة، ما في حاجة أقنعتني. ما معناه إن أنا صح، لكن هذا ما أرى، ما في كورة جماعية قاعد يلعبها الهلال، ما في. الكورة اللي بيلعبها الهلال دي لأنه ارتفع مستوى اللاعبين من حيث مهاراتهم الشخصية، المهارات الذاتية. يعني لو تجيب اللاعب الحسي بيلعب واللاعب اللي قبل 3 سنين بيلعب أو 4 سنين بيلعب، هتلقى الخانة دي اللاعب اللي بيلعب حسي أفضل من اللاعب اللي كان بيلعب قبل 3 سنوات، لكن ما في. وده بيسوقني للسؤال عن المهاجم اللي احنا قاعدين ندوس عليه. انت المهاجم ده جاي هتجيب له الكوره كيف يعني؟ ولا هو برضه هيمشي يجيبها من ورا ويجي يجيبها جون يعني؟ الكوره دي هتوصلها لك كيف عشان يخطها براسه ولا برجله ولا باي حته؟ ما ده بروسيس، دي صيروره بتجي من عيسى فوفان لغايه ما تصل رقم 9 ده، عشان هو مهمته الاخيره انه يدق الكوره براسه تجيبون او يلعبها برجله تجيبون. انت حتجيب له الكوره لغايه رجله كيف، وحتجيب له الكوره لغايه راسه ده كيف يعني؟ ما هسي الكوره اللي احنا يعني اذا داير كل زول يلعب براه وبعدين هو حظه كوره جاته يجيب جون، ده موضوع تاني. لكن احنا دايرين نشوف اجوان زي اللي شفناها هسي، وزي شفنا الجون بتاع بابي عبده في في النجم الساحلي، وزي اللي شفنا بتاع بابي عبده ايضا في الترجي التونسي، وزي اجوان محمد عبد الرحمن في الترجي التونسي. حاجه تانية، محمد عبد الرحمن ده لازم يلعب في الجانب الايسر، وبالحساب تعالوا نشوفه في الحساب. اي واحد يرجع لمباراه الهلال ومازيمبي اللي كانت في لومومباشي اللي اتغلبنا فيها 2-1 وطلعنا آخر المجموعة، المباراة دي محمد عبد الرحمن من الجانب الشمال لعب الباص بتاع الجون في الدقائق الأولى.
محمد عبد الرحمن البلنتي الجون اللي قبل البلنت اللي ضيعنا بتاع صن داونز، كانت وجود محمد عبد الرحمن في الجانب الشمال استطاع انه يهاجم حارس المرمى ويشيل منه الكرة ويجيب جون. محمد عبد الرحمن حينما لعب مع المريخ احرز هدفين في الهلال، كان هو اصلا موجود في الجانب الشمال موجود هنا. محمد عبد الرحمن ليس لاعب رقم 9، ما لاعب رقم 9. اذا عايز تستفيد منه يجب ان يقتنع محمد عبد الرحمن اولا، ثم يقتنع الفلوران بكده، وإلا أنت ما حتشوف اللاعب الجديد ده، أبو طيب ده ما حتشوفه، الطيب ابن زيدون ده ما حتشوفه، ما بيلعب قدام محمد عبد الرحمن. طيب أنا كده قدرت ألم المباراة دي بحسب اعتقادي، ربما أكون مخطئ طبعا. كرة القدم دي يا جماعة ما يعني ما قرآن، كل واحد بيشوفها من زاوية. ممكن كلامي ده كله يكون ممتاز جدا جدا عند زول وعند خطى والي شقيق وكلام خارم بارم، فده لا ده بيقلل من ما قلناه ولا ده بيزيد مما قلناه. اللي احنا قلنا ده القصد منه التجويد. الهلال الآن مع احترامي الشخصي لكل الفرق بما فيها الأهل القاهرة، الهلال بفريقه ده يستطيع أن يذهب حتى النهاية، ويمكن جدا أن يفوز لو أحسن استخدام هؤلاء اللعيبة وارتفعنا بمستوى اللعب الجماعي، لأن اللعب الجماعي بغطي من الأخطاء الفردية اللي بتحصل، وبتكون في حلول وقتية لأي مشكلة لما يكون في لعب جماعي. لا بد من حل لإشكالية اللعب الجماعي. أنا أصلا ما شايف الهلال ده ما عنده مهاجم، أنا شايف الهلال ده بيصنع فرص كثيرة جدا جدا، لكن كل هذه الفرص ما فيها شكل جماعي، كل هذه الفرص هي عبارة عن محاولات فردية للهجوم وكده. ودي مشكلة الهلال منذ أن جاء فلوران وجاءوا اللعيبة الجداد ديل. كان عندنا ليبيبو عايز يجيب الجون، هو محمد عبد الرحمن عايز يجيب الجون، هو جان كلود عايز يجيب الجون، هو بابا عبدو عايز يجيب الجون، هو كولي بالي عايز يجيب الجون، هو عثمان ضيوف عايز يلعب الباص، هو الناس ديل كلهم يخدموا عشان هو يلعب الباص الأخير. نحن عايزين معالجات لهذا الأمر، لأنه إذا قدرنا نعالجه على المستوى الجماعي العيوب الفردية دي كلها بتغير. ده آخر ما هنعمله في هذه المباراة، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة. تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى إليه، وهذا الرأي وإن كان خاصا نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وأن يعمل فيه المبضع عمل النطاسي البارع، فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضا حبا كان ذلك أو بغضا، ولا نأمل إلا نصحا فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد. وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا الرياضية منهجا عقلانيا، لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا الرياضية ثباتها مع تبدل الأحوال. أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.
فضلا لا أمرا. المشاهدون الكرام ادعموا هذا العمل بالضغط على زر الإعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس والتعليق، وشكرا.